قريبة جدا الخط الخلفي. كرة خارج الملعب. بدأت هذه النقطة أزمون ريفا بدفاع جيد، وبعد ذلك استغلت الفرصة لأن تكون هجومية، وصعودها إلى الشبكة كان ممتاز. شرابوفا تحارب في هذه النقطة. ارسال ساحق جيد دقيق قوي. ثلاثين للجول. خطأ غريب اللاعبة شرابوفا. 40-30 والفرصة الآن لسبوناريفا لأن تفوز بهذه المجموعة الأولى. نقطة جيدة، نقطة رائعة من شرابوفا. تحتاج هذه النقط ماريا لأن تخفض أكثر ثقة في النفس. تستعمل الملعب بشكل جيد، نلاحظ كيف تلعب هذه الكرة من جهة الباكن بعيدة جدا، وبعد ذلك تلعب هذا الفورهاند في الزاوية المفتوحة، وسبوناريفا بعيدة على هذه الكرة. خطأ مباشر من زبوناريفا يعطي التقدم الآن لشرابوفا، والفرصة الأولى لهذه اللاعبة لكسر الإرسال في هذه المباراة. وخطأ مزدوج، إذا ترجع شرابوفا في النتيجة. 5 أشواط لشوطين. إذا ماذا هو الحل للاعبة شرابوفا لأن ترجع في هذه المباراة؟ الأسلوب الوحيد الذي تلعب به شرابوفا هو الأسلوب الهجومي، تسديدات قوية، هذا هو الأسلوب الوحيد. لا تصعد كثيرا إلى الشبكة هذه اللاعبة، لا تلعب إرسال وصعود إلى الشبكة. إذا الحل هو أن تركز وأن تفعل أقل أخطاء مباشرة، وهذا ليس شيء سهل خاصة لاعبات مثل زبوناريفا. تأخذ الكرة بشكل مبكر، تحط ضغط كبير جدا، لا تعطيك الوقت الكافي للتأقلم. والمنشفة على رأسها كما كل مرة اللاعبة زبوناريفا. تحب هذه الملاعب الصلبة زبوناريفا، انه تذكر كيف فازت ببطولة دوحة المفتوحة على هذه الملاعب بمستوى عالي جدا، فازت على اللاعبة بوزنياكي في الدور النهائي. الإرسال الآن لشارابوفا
لن تحاول أن تبقى في هذه المجموعة الأولى. وكرات جديدة إذا سريعة. تستعمل الملعب بشكل ذكي جدا زفوناريفا. كبير. مرة أخرى جاءت الكرة في وسط الملعب في اتجاه جسد شرابوفا، لكن لم تتحرك بشكل سريع. المسافة بينها وبين الكرة لم تكن صحيحة. وخطأ مباشر آخر يعطي الآن فرصتين متتاليتين لزفوناريفا للفوز بهذه المجموعة الأولى. تنقذ هذه الفرصة الأولى بشكل جيد، أسلوب هجومي. استعمل الباك هاند. خطأ مباشر آخر. لن تفوز فوناريفا المجموعة الأولى بشكل مريح.